طيب ده هياخدنا للجزئية التانية، وهي إعلان الرئيس اللبناني الحالي نفسه. قال من يومين كان بيقول واحد إن أنا أعمل على تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات من أجل الفترة القادمة. صحيح. لكن في نفس الوقت هو قال إن لبنان تدار بثلاثة رؤوس، من الصعب أن تدار دولة بثلاثة رؤوس. إحنا هنا عايزين نربط الاتنين ببعض، يعني إيه إمكانية تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات استعدادا للموقف اللي حضرتك كمان متوقعه ما يبقاش فيه رئيس؟ اتنين، يعني إيه لبنان بتدار بثلاثة رؤوس؟ كان بيقصد إيه فيها؟ أنا رح جاوبك على أول شيء. أول شيء تشكيل الحكومة، إذا بتسمحي أرجوك. تشكيل الحكومة ولا من غير ممكن انه تتشكل حكومه بوقت كثير قصير. كمان برجع بردك على التاريخ الحديث تبعنا، في ايام كانت تاخذ سنتين تتشكل حكومه. صحيح. في كثير بلدان بيوقعوا فيها، بلجيكا وقعت فيها، العراق وقع فيها والى اخره. انما نحن كل يوم بلا ما نتقدم عم نتاخر. الحكومه اللي بدها تتشكل، خلينا نقول تتشكل، هي تعويم حكومه الموجوده، يعني حكومتنا الموجوده اللي هي 24 وزير، يمكن يتغير فيها اسم اسمين ثلاث اسماء، او يمكن ترجع هي ذاتها يطلع مرسوم بتشكيل حكومه جديده انما بالاسماء الموجوده. ليش؟ لانه اول شيء ما في وقت، وعمليه تشكيل حكومه عمليه معقده في لبنان. اثنين، الوزراء الموجودين بيعرفوا ملفاتهم، يعني كل وزير دارس ملفه صار له سنه، والامور يعني اذا بدك تجيبي وزراء جديد بدهم وقت تيرجعوا ينسجموا، يرجعوا يدرسوا ملفات. وهون بالحقيقة بدي أقول شغلي، إنه في انسجام بين الوزراء، مش عم بقول هيك لأنه أنا وزير وبتمنى أني أبقى، لا، بس إنه أنا لاحظت هالشي لأني عشت مع زملائي، شفت إنه في وئام، في تفاهم وفي تعاون يومي بين الوزراء كلهم سوا. من هون أكيد أفضل إنه يكون حكومة فعلية من إنه تكون حكومة تصريف أعمال. حكومة الفعلية عندها سهولة إنها تجتمع وتاخذ القرارات، خاصة إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية. يعني إذا حدث فراغ رئاسي فمن طبعاً الأفضل أن تتحول الحكومة تسيير الأعمال طبعاً إلى حكومة حقيقية حتى تجاه مستقلة. حتى تجاه السفارات، تجاه المنظمات الدولية، تجاه الدول كلها سوا، أنه أفضل أنه يكون في حكومة موجودة عم تجتمع وتاخذ قرارات. طيب. هلأ بالنسبة للثلاث رؤوس ثلاث رؤوس، هذا تفسير للطائف أنه في ثلاث رؤساء، يعني هو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. هلا مما لا شك فيه انه كمان تكون واضح معك انه هؤلاء الرؤساء ما في شك دائما في تناحر، وكل رئيس بيقدر يعرق الرئيس. بس هل لبنان تتحمل ده في الوضع ده؟ لا لا ما بيتحمل، اكيد ما بيتحمل. يعني هلا انا هون عندي تفسير اكثر، بس انه ما بفضل نفوت فيه كثير لانه هو اكثر دستوري، انه الطائف لم ينفذ مثل ما لازم. صحيح، خصوصا بند 2. طبعا يعني الطائف هو نظام انعمل، يعني ممكن لبنان يعيش بالطائف ويعيش مزبوط بالطائف. الطائف تنفذ كانه منو، يعني بنختار هيدي بننفذها وهيدي بننفذها لا وهيدي بنعملها بال